نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تجويد القرآن کے ساتھ ہم حاضر ہیں اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ایک نئے ساتھی ہیں جن کا نام عبد القادر ہے ہمارے ایک ساتھی عمر جو تقریباً 47 پروگراموں میں ہمارے ساتھ رہے کچھ تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے آئندہ پروگراموں میں وہ ہمارے ساتھ حاضر نہ ہو سکیں گے ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں ہمارے آئندہ پروگراموں میں عمر کی جگہ اب ہمارے یہ نئے ساتھی عبد القادر ہیں یہ بھی قرآن کے حافظ ہیں اور ماشاءاللہ آواز بھی بہت اچھی ہے اور تجوید کے قواعد کو بھی یہ جانتے ہیں اپنے پروگرام کے آغاز میں آج ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے آیت نمبر 72 سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے شروع کرنا ہے آیت نمبر 71 تک ہم پچھلے پروگرام میں پڑھ چکے ہیں پہلے ہم آیات کو پڑھیں گے اس کے بعد پھر ایک دو آیات میں ہم تجوید کے احکام بیان کریں گے اور پھر آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو طلحہ اشتیاق وہ ہمیں جو ہم آیات تلاوت کریں گے وہ ہمیں سنائیں گے ہاں بچے آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون
أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده
أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ پہلی آیت میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا میم ساکن کے بعد نون آیا ہے اور یہاں اظہار شفوی ہو رہا ہے نفسا فدارتم تنوین کے بعد حرف فا ہے اور یہاں اخفا ہے واللہ لفظ جلالہ کے لام سے پہلے چونکہ فتح ہے اس لیے اللہ کے لام کو مفخم پڑھا جائے گا مخرجم تنوین کے بعد میم آیا ہے اور میم حروف یرملون میں سے ہے یہاں ادغام ناقص ہوگا اور تکتمون پہ جب ہم وقف کریں گے تو یہ وقف عارض ہوگا یعنی وقف عارض میں ہم تینوں وجہ پہ وقف کر سکتے ہیں قصر بھی کر سکتے ہیں توسط بھی اور طول بھی اور جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان میں ایک جگہ لِيُحَاجُّوكُم میں آپ دیکھیں کہ حروف مدہ کے بعد تشدید آئی ہے اور یہاں مد لازم کلمی مسقل ہے اور مد لازم کلمی مسقل میں کم سے کم چھ حرکات کھینچنی لازمی ہیں آج ہمیں سنائیں گے محمد طلحہ اشتیاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون میم کے بعد میم آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا ادغام شفوی تو دو حرکات کھینچنی ہے وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم عند برنامج تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.